مرحبا آلاء، انا سعيد جدا ان انا معاك النهارده. طبعا فيلم 200 جنيه من اهم الافلام الموجوده على الساحه دلوقتي، نظرا لقوه الاسماء المشاركه في بطولته ونظرا كمان لاهميه صناعه. احنا بنتكلم عن سيناريست احمد عبد الله، واحد من اهم السيناريستات الموجودين في السينما المصريه اخر 20 سنه، وكمان مخرج متميز زي محمد امين له افلام متميزه جدا، فيلم ثقافي، فيلم ليلة سقوط بغداد، فيلم فبراير الأسود. فبالتأكيد هي تجربة للوهلة الأولى تستحق المتابعة، لكن مضمون الفيلم لم يأتي على مستوى الجودة المطلوبة المنتظرة من صناعه. احنا بنتكلم عن رحلة ورقة الـ200 جنيه في عوالم مختلفة، في طبقات مختلفة، لشخصيات مختلفة. القصص المختلفة للنجوم المشاركة في الفيلم قصص تقليدية جدا تتميز بالمباشرة. لو جينا نتكلم عن النجوم المشاركة في العمل، فأنا في رأيي إن دي أصبحت موضة وعادة يعني تتميز بها صناع السينما المصرية آخر 6 سنوات، هي مشاركة يعني عدد كبير جدا من ضيوف الشرف، أو كما قال لي أحد المنتجين في جلسة خاصة: إحنا يهمنا الأفيش، يهمنا يكون فيه أكتر من نجم على الأفيش، من خلاله إحنا بنبني الفيلم ونشوف بقى إيه اللي هيحصل بعد كده. لكن هل مشاركة النجوم أو مشاركة عدد كبير من ضيوف الشرف تأتي بفائدة؟ الحقيقة لا، سواء في فيلم 200 جنيه أو في أفلام أخرى، لأن بتبقى مشاركة تقليدية جدا وما فيهاش أي إضافة، ما فيهاش أي إبداع أو ابتكار من الممثل اللي بيمثل دور ضيف الشرف.